أشاد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بما يوليه جلالة الملك المفدى من رعاية واهتمام بالشؤون المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين. أكد وزير الخارجية خلال ترأسه اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان بعد إعادة تشكيلها بحرص جلالة الملك المفدى أيده الله على ضمان التزام المملكة بمبادئ وأهداف الأمم المتحدة واحترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم التسامح والتعايش وإرساء دعائم دولة العدالة والقانون والحفاظ على الكرامة والحرية الإنسانية. نوه سعادة الوزير بما تتخذه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من إجراءات ومبادرات لتعزيز حماية حقوق الإنسان وتطوير المنظومة التشريعية ومتابعة تنفيذ ما أقرته من مبادئ وحقوق. قال سعادته إن الحكومة أصدرت قانونين مهمين لتعزيز حقوق الإنسان في المملكة. الأول هو قانون العقوبات البديلة الذي يمثل نقلة مهمة في مجال الإصلاح والتأهيل، والثاني هو قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، بالإضافة إلى إنشاء نيابة للاتجار بالأشخاص وإنشاء مكتب في النيابة العامة لحماية المجني عليهم والشهود وغيرها من الإنجازات.